بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثالث الثانوي على قناة مستر الأستاذ لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في مراجعة المنهج بتاعك لعام 2021 من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021، الكتاب المعنون 185 امتحان، تحديدا الكتاب الأول. وصلنا في المراجعة للامتحان رقم 36، وده امتحان مجمع على الوحدات 13 14 15 16 الحرف سي، لان احنا سبق وادينا امتحانين، الامتحان A والامتحان B. امتحان C واللي رقمه 36 موجود عندك بدايته على صفحة 98 من الكتاب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. والجملة في تشوز بتقول لك childhood اللي هي مرحلة الطفولة جاي في فراغ، كان كوز يمكنه ان تسبب deadly skin cancers بمعنى امراض سرطانية مميتة للجلد. وانتو ذا adulthood، adulthood يا شباب اللي بقول عليها فترة الرشد. طيب ناخد ايه بقى؟ sun shines اللي هو وميض الشمس او ضوء الشمس، ولا sun sets غروب الشمس، ولا sun pictures صور شمس، ولا sun burns حروق الشمس. هنقول هي دي sun burns بمعنى حروق الشمس، اللي هي الحروق اللي بتسببها للجلد بتاعك يعني. sun burns اجابة صحيحة في جملة رقم 1. 2 بتقول I wish my son، انا كنت اتمنى ان ابني كذا better now، افضل الان. يبقى هو هنا بيتكلم عن تمني للحاضر، نفسه يغير الحاضر اللي هو موجود عليه. يبقى الجملة بتاعتك محتاجة انها تكون في شكل الماضي. يبقى will feel خطأ، was feeling اجابة صحيحة، had felt لا لانها ماضي تام، was feeling خطأ تماما لانها مضارع مستمر. انا هاخد was feeling هي الاجابة الوحيدة الصحيحة، انها تمثل الماضي صحيح يعني هو في شكل الماضي المستمر، ولكنها اجابة صحيحة فجملة رقم 2 لان احنا بنقول يمكن ان تأتي صياغات I wish اما في الماضي البسيط او الماضي المستمر. was feeling اجابة صحيحة فجملة رقم 2. 3 at the pharmacy في الصيدلية I bought some medicine too، انا اشتريت بعض الوقاية. ايه بقى؟ my headache صداع. ترى فاير بمعنى يشعل، ان هي النار طبعا حاجة لها علاقة بالنار، وتنفع بمعنى نار وتنفع بمعنى يطلق نار، ولا تريت بمعنى يعالج، ولا ديل بمعنى يتعامل مع، ولا اوفر بمعنى يعرض. انا هاخد تريت بمعنى يعالج اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 3. 4 I wish I، انا كنت اتمنى كذا، where my keys where، مكان مفاتيحي، اين مفاتيحي. واضح من خلال الجملة اللي قدامي انه بيتكلم عن شيء له علاقة بالحاضر. والله انا عايز نفسي اتمنى ما اعرف مفاتيحي فين. يبقى انت جملتك كده محتاج تكون في زمن الماضي البسيط. يبقى هاف نون في شكل مضارع التام خطا، نون تصرف ثالث لوحدها خطا، ويل نو ويل والمصدر خطا، فاضل نيو اللي هي في شكل الماضي البسيط اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 4. 5 بيقول فيها سم بيبل بليف ذات تريز، بعض الناس اعتقد ان الاشجار ايه ذا وورلد فروم جلوبال وورمنج، العالم من اللي يبروا عليها زيادة درجة الحرارة الكونية او ارتفاع درجة حرارة الكون او الاحتباس الحراري، زي ما تقول يعني global warming، سميها زي ما انت عايز تسميها. قلنا لك احنا كذا حاجة ليها. طيب نقول ايه؟ protest بمعنى يحتج او يعترض، ولا protect بمعنى يحمي، ولا prospect، prospect المعنى الحرفي ليها تنقيب عن الذهب، ولا promote بمعنى يكافئ او يحفز. هنقول protect بمعنى يحمي إجابة صحيحة في جملة رقم 5. طيب ماشي نكمل ونروح للجملة رقم 6 واللي بيقول لك فيها Don't make noise in class، ما تعملش ضوضاء أو إزعاج في الفصل. جاي في فراغ You will be punished، سوف تعاقب. يبقى هو هنا هو بيديله نوع تحذيري أو فيها لهجة فيها تهديد. يقول له otherwise وإلا، ولا unless ما لم، ولا in case of في حالة كذا، ولا هنقول but for لولا، هنقول له otherwise وإلا لا تحدث ضوضاء في الفصل وإلا هعاقبك. otherwise إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 6. 7 the football team الفريق بتاع كرة القدم كذا، a record بمعنى تيجي بمعنى سجل وما إلى ذلك، for not losing for 50 matches لأنه ما فازش ل 50 مباراة. 50 بمعنى 50 مباراة. طيب بروك بمعنى كسرة، ولا كت بمعنى قطعة، ولا سماش حطمة ودي مثلا للزجاج مثلا، ولا ديسترويد دمرة. هنقول بروك ريكورد بمعنى حطم رقم قياسي. كلمة ريكورد هنا بقى
جايب معنى رقم قياسي عشان يبقى معنى الجملة: فريق كرة القدم حطم الرقم القياسي لعدم الخسارة لخمسين ماتش أو خمسين مباراة متصلة. بروك إجابة صحيحة في جملة رقم 7. في 8 بيقول I wish I، بقى جاي فراغ woken up so late yesterday، يبقى كده بيتكلم عن الماضي. بما إنه بيتكلم عن الماضي بجملة تكون في شكل الماضي التام، يبقى ناخد hadn't ولا wouldn't ولا couldn't ولا didn't. hadn't هي الوحيدة التي لها علاقة بالماضي التام. إجابة في جملة رقم 8. 9 because I spent the whole day on the beach، لأني قضيت اليوم كله أو طوال اليوم على الشاطئ. I ate sunburn كذا، sunburn اللي هو حروق في الجلد. يا ترى did ولا made ولا went ولا got. I got a sunburn بمعنى حصلت على حروق للشمس، يعني حصل له في جلده كده يعني. got هي الوحيدة اللي تناسب a sunburn، ما ينفعش أقول did a sunburn أو made أو went، لا got a sunburn بمعنى حصل على حروق للجلد بتاعه. got إجابة صحيحة في جملة رقم 9. طيب نروح لصفحة 99 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. جملة رقم 10 I regret، أنا نادم على كذا. You that your offer hasn't been accepted، إن أقول لك إن العرض بتاعك لم يقبل. I hope it will be accepted next week، أتمنى إن هو يتقبل إيه الأسبوع اللي جاي. طيب regret من الأفعال اللي لو جبت وراها فعل تاني قدامك حل منين؟ من إنك أنت تجيب طول المصدر، وفي الحالة دي أنت بتقول أنا نادم على اللي ها يحصل، أو أنت تجيب جيرند يبقى أنت كده نادم على اللي عدى. اللي بيتكلم ده هو نادم على اللي لسه هيحصل ولا على اللي عدى؟ لا، هو نادم على اللي لسه هيقوله. تمام، يبقى أنت كده محتاج طول المصدر. يبقى being told خطأ، telling في شكل جيرند خطأ، to tell إجابة واحدة صحيحة أهي طول المصدر أهي. to be told مبني المجهول خطأ بالمرة، بنأكد to tell إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 10. 11 بتقول the information in this report is very old، المعلومة الواردة في هذا التقرير قديمة. please can you كذا it، ممكن ايه؟ ممكن تجددها. تمام، تعمل لها تحديث. يبقى نعمل لها تحديث بايه؟ update ولا repair ولا date ولا make up؟ لا، انا عايز update. update بمعنى يحدث، يحدث مش معنى حد يتكلم مع حد، لا، بمعنى يجيب حاجة حديثة جديدة. تمام، ريبير معناها يصلح، ديت بمعنى تاريخ، وميك اب بمعنى يختلق شيء. بنأكد اب ديت بمعنى يحدث. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 11. 12 بتقول لك شود هي كذا ان اسبرين، اسبرين اللي هو ده نوع من انواع البرشام او الادوية. شي ويل فيل بيتر. تمام، يبقى بيقول لك شود شي بقى جايب فراغ ان اسبرين، شي ويل فيل بيتر. خد بالك ان ايه هنا؟ ويل والمصدر. ماشي، يبقى اذا اللي قدامي دي شود بديل لاف في الحاله الاولى. طب ادي شود موجوده وادي الفاعل، يبقى انت محتاج هنا ايه؟ مصدر، لاني شود من افعال ناقصه، والافعال الناقصه ياتي بعدها مصادر. طيب يبقى اخد تيك ولا تيكس ولا هات تيكن ولا توك؟ انا هاخد تيك اجابه واحده صحيحه، لان هي دي الوحيده للفعل. كلمه تيكن بمعنى ياخذ، هي الوحيده اللي في شكل المصدر تيك. إجابة صحيحة في جملة رقم 12. 13 بتقول إيه؟ during storms أثناء العواصف I cover my eyes، أغطي عيناي so that I cannot see the، حتى لا أرى أو لذلك إيه؟ علشان ما أشوفش إيه؟ يا ترى thunder اللي هو الرعد، ولا lightning اللي هو البرق، ولا poison السم، ولا جيسر اللي هو نبع الماء السخن؟ هنقول lightning عشان ما يشوفش البرق، هو مش عايز يشوف البرق اللي هو الضوء اللي بيظهر في السماء. لايتنينج جاب واحده صحيحه في جمله رقم 13. الجمله رقم 14 بدا بفراغ وبيقول له يور هيلب مساعدتك اي وود هاف فيلد، انا كنت فشلت. طيب ماشي، اقول ايه؟ اف ات ورنت فور بمعنى لولا، ولا اف ات هادنت فور، ولا بات فور، ولا ان كيس؟ بص كده الجمله اللي قدامي ده هي وود هاف تصريف ثالث، يبقى دي الطرف الثاني من اف الحاله الثالثه. يبقى اخد مين كده؟ اخد if it weren't for، دي بديل if في الحالة الثانية. طب if it hadn't for، الصياغة كده غير مش مكتملة. but for ولا in case؟ انا هاخد but for اجابة واحدة صحيحة. ليه؟ but for هي الوحيدة في الاربع اختيارات اللي موجودة قدامي اللي ينفع يجي وراها noun او gerund، والمتحقق هنا هو النون. المتحقق هنا النون اللي هي your help مساعدتك، فهناخد but for اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم
14 15 بدأ فراغ is used for brushing our teeth كذا واستخدم لي يعني كلمة brush اللي هي المعنى الحرفي ليها فرشة مقصود بها تلميع الأسنان يعني أو نستخدم فرشة مع الأسنان طيب إيه paste ولا turban ولا toothpaste ولا turbentin أنا هاخد toothpaste اللي هو بيقول عليه معجون الأسنان معجون الأسنان هو اللي بيستخدم لتبييض أو لتلميع الأسنان أو استخدام اللي هي تفريش الأسنان يعني استخدام الفرشة معاها يعني toothpaste إجابة وحيدة صحيحة للجملة للجملة رقم 15 16 بيقول لك فيها she wishes she هي بتتمنى ان هي كذا all about science كل حاجة عن العلم طيب ايه new ولا will know ولا has known ولا knows الجملة اللي قدامي لا توجد فيها اشارة للمستقبل او الماضي يبقى اذا تعبر عن الحاضر وطالما ان هي بتتمنى شيء للحاضر فعلك يكون في زمن الماضي البسيط يبقى هناخد new إجابة صحيحة في الجملة رقم 16 لأن الوحيدة تشير إلى الماضي. will know خطأ ده مش موجود في صياغة I wish أساسا. has known مضارع تام خطأ و knows في شكل مضارع بسيط خطأ بالمرة بنأكد. new إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 16. طيب نروح للجملة رقم 17 واللي بتقول لك زي ما جاء فراغ is like our skin كذا هو زي الجلد بتاعنا. it protects the living part of the tree بتحمي الجزء اللي هو الحي من الشجرة ايه تيوب بمعنى انبوب ولا بارك بمعنى لحاء ولا رينج بمعنى حلقة ولا ليف بمعنى ورقة اللي هو ورقة شجر يعني هنقول بارك بمعنى لحاء اللي هو اللون اللي لونه بني ده يا شباب هو اللحاء ده عامل زي كده زي الجلد بتاعنا هو اللي بيحمي الجزء الحي من الشجرة بارك اجابة صحيحة في الجملة رقم 17 18 بقول لك ايه وجاي فراغ necessary to be fit if you are a runner كذا ضروري انك انت تكون لاق بدنيا لو انت عدى عدى معناها ان هم الناس اللي بيجروا في السباقات ماشي او ليه well ولا would be ولا is ولا has been انا هاخد is ماشي لان الجملة اللي قدامي دي تمثل حقيقة فلذلك لازم تكون في في الحالة الصفرية ادي اف اهي جاية وراها مضارع بسيط طرف الجملة التانية برضو هيكون مضارع بسيط عشان ناخد is اجابة صحيحة في الجملة رقم 18 ان احنا قلنا if الحالة الصفرية التي تعبر عن الحقيقة is إجابة واحدة في 18 ساشا بقول لك فيها how can science كيف العلماء كذا the age of the tree عمر الشجرة كيف استطاعوا العلماء كذا عمر الشجرة يا ترى work ولا capture ولا calculate ولا count هنقول calculate هنا بمعنى يحسب كيف العلماء كيف استطاعوا العلماء أن يحسبوا عمر الشجرة دي الإجابة الوحيدة الصحيحة طب ما خدناش ليه work work هنا بمعنى يعمل capture بمعنى يأسر طب ما خدناش ليه كاونت بمعنى يعد كاونت بمعنى يعد لما انت تقول 1 2 3 4 5 ده اسمه بيعد لكن كالكوليت بمعنى يحسب لا ده بيجمع اشياء زائد بعضها عشان يحسب كالكوليت اجابه وحيده صحيحه في الجمله رقم 19 20 بتقول شي از انويد هي متضايقه ماشي شي كذا جود نيوز هي كذا اخبار جيده طيب كانت هاف هيرد ولا كانت هير ولا ماست هير ولا must have heard انا هاخد can't have heard وتشير الى استنتاج في الماضي وانت متاكد منه بس بحدث لم يقع بنقول هي متضايقه او منزعجه طيب الاستنتاج بتاعك ايه انها مش ممكن تكون سمعت اخبار جيده وده اللي خلى can't have heard اجابه صحيحه الجمله رقم 20 can't hear معناها لا يستطيع ان يسمع يبقى كده عندي مشكله في السمع must hear معناها يجب يسمع طيب وعندي must have heard استنتاج في الماضي صحيح وبقوة صحيح بس في الإثبات لا أنا عايزه في النفي وده اللي خلاني خد can't have heard إجابة صحيحة في الجملة رقم 20 21 بيقول we cannot see ultraviolet نحن لا نستطيع أن نرى إيه بقى الفوق بنفسجي إيه اللي الكلمة الناقصة but they can still damage our skin ولكنها لا تزال عندها القدرة إنها تدمر الجلد بتاعنا يا ترى ليز اللي هي المعنى الحرف ليها اناشيد ولا ريز معناها شعة ولا تريز اللي هي الصواني جمع كلمة صنية ولا بيز جمع الفعل بي بمعنى يدفع لا هنقول ultra violet rays الاشعة فوق البنفسجية اجابة صحيحة في جملة 21 نشوف بيقول لك هي كذا ال but I don't think so هو كذا مريض
ولكن انا لا اعتقد ذلك. يبقى من ناو بيستنتج نقول كانت بي ولا ماست بي ولا مايت بي ولا ويل بي. انا هاخد مايت بي لان هي الوحيده الاضعف اللي تشير استنتاج في الحاضر والاستنتاج هنا ضعيف. ايه الدليل ان هي دي اللي هي مايت بي يعني هي الاجابه بتاعتنا؟ يقول لك اي دونت ثينك سو، انا لا اعتقد ده. كانت بي انت متاكد من قوه الاستنتاج بتاعك بس بالنفي، ماست بي متاكد من قوه الاستنتاج بتاعك بالايجاب، ويل بي بعيد عن الاستنتاج بتاعنا اساسا. ماشي، لا احنا بنتكلم في مايت بي اللي هي معناها قد يكون مريض. مايت بي اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 22. 23 بيقول لك فيها زوجة فرار ايكونومي هاز انكريست ذا ريت اوف بوفرتي ان ذا كانتري، كذا اقتصاد زاد معدل الفقر في البلد. ايه اللي له علاقه بالاقتصاد هنا؟ compressed المعنى الحرفي ليها مضغوط، كلمه impressed بمعنى معجب يعني معجب بحاجه، ولا depressed بمعنى راكد، ولا expressed اللي هي المعنى الحرفي ليها مظهر او جاي من كلمه express بمعنى يعبر عن. هنقول the depressed economy الاقتصاد الراكد يعني في ركود في مشكله. depressed اجابه صحيحه في الجمله رقم 23. طيب نروح لجملة رقم 24 واللي بتتكلم فيه بيقول لي هي بقى جاي فراغ if you invite him، هو كذا لو انت عزمته. but I'm not sure، ولكن انا لست متأكد من ده. ماشي، نقول ايه بقى؟ might come ولا comes ولا would come ولا will come. الجملة اللي قدامي ده هي بتدل على عدم التأكد. بيقول لك I'm not sure، والله انا مش متأكد. بما انه مش متأكد يبقى محتاج يشير في الجملة بتاعته إلى ضعف هذا التوقع. يبقى أروح لمين؟ مايت كام ولا كامز ولا وود كام ولا ويل كام؟ أنا هاخد مايت كام لأن هي اللي بتشير إلى الضعف في التأكد من معلومة. قد يأتي لو أنت عزمته، مايت كام. تمام؟ كامز في شكل مضارع بسيط خطأ، وود كام خطأ وويل كام خطأ بالمرة. بنأكد مايت كام إجابة صحيحة في الجملة رقم 24. الجمله رقم 25 بيقول لك ايه فيها؟ هي هيتز هيد اند بيكيم، راسه ارتطم او خبط دماغه واصبح ايه بقى؟ جاي فراغ. بات هي از فيلينج ماتش بيتر ناو، ولكنه يشعر بتحسن الان، هو دلوقتي افضل يعني. طيب نقول انسرتن بمعنى غير متاكد، ولا انكونشس بمعنى فاقد للوعي، ولا انهيلثي بمعنى ليس بصحه جيده، ولا انكومون بمعنى غير شائع. هنقول انكونشس بمعنى فاقد للوعي او غير مدرك. انكونشس إجابة صحيحة في الجملة رقم 25. 26 بقى الفراغ بيقول لك I would do it later، أنا كنت هعمل ده فيما بعد. طيب had I you ولا should I you ولا where are you ولا if I you؟ أنا هاخد where are you ودي صياغة بديلة لإف في الحالة الثانية. الدليل إن إف في حالة ثانية، بص كده في طرف الجملة الثانية جايب فيها would والمصدر اللي هي would do، يبقى أنت كده عايز بديل لإف في الحالة الثانية، وده اللي بيمثله where، وأدي الفاعل وأدي يو. بقول له لو انا كنت مكانك يعني، كانه بيقول له if I were you يعني، ودي الصياغه الوحيده المناسبه كبديل لف في الحاله الثانيه. where are you اجابه وحيده في الجمله رقم 26. 27 بتقول لك a man ماله بقى a gun to start the race، شخص او رجل بيعمل كذا بندقيه لكي يبدا السباق. يا ترى fired بمعنى اطلق، ولا let اللي هي معناها يدع، ولا did والماضي من دو، ولا put بمعنى يضع. هنقول fired a gun بمعنى اطلق البندقيه لبدء السباق. fired اجابه واحده صحيحه من رقم 27. 28 بيقول لك ايه if only I، لو فقط انا كنت اقدر اعمل كذا. taller I would play basketball، كنت لعب كره السله. ادي would والمصدر، يبقى انت كده تتكلم في if الحاله الثانيه، يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج ماضي بسيط. had ولا had been ولا where ولا am؟ انا هاخد where لان معنى الجمله يقتضي ده. بيقول لو كنت اطول ما ينفعش اخد had لان ما بتكلمش بتكلم عن الملكيه. ما ينفعش اخد had been لانها ماضي تام. ما ينفعش am لان اتكلم عن الكينونه. ماشي، في المضارع انا عايزها في الماضي. if only I were، لو كنت اطول. where جواب صحيحه في الجمله رقم 28. 29 بتقول لك ايه؟ we must take action to cut vehicle، يجب ان نتخذ او نقوم بفعل شيء معين لكي نقطع او نوقف او نمنع. vehicle ايه؟ vehicle هي المركبات.
الاتوبيس والعربيه وكل الحاجات دي اسمها فيكل. ها فيكل ايه بقى؟ ميشنز بمعنى مهمات، ولا اوميشنز بمعنى حذف وده الجمع بتاعها، ولا ايميشنز بمعنى انبعاثات زي انبعاثات الابخره والعوادم الضاره يعني، ولا تنشنز، تنشن اللي هو اللي عندك جاي من كلمه تند ينوي يعني. تمام؟ طيب او تنشن برضو تيجي بمعنى شده، اقول لك ليه انت مالك تنشن كده قوي مشدود ليه كده؟ هنقول ايميشنز بمعنى انبعاثات. اجابه صحيحه في جمله رقم 29. جمله رقم 30 بقول لك ايه فيها؟ should he work hard، وبعد كده جمله جديده هي كذا جود ماني. عايز اقول لك لو كان بيعمل بجد كان هيكسب او هيربح الكم الجيد من المال، لكن بيكمل لك unfortunately he doesn't work hard، لكن لسوء الحظ هو لا يعمل بجد. الجمله اللي قدامي دي هي unfortunately he doesn't work hard، للاسف هو لا يعمل بجد، تشير الى الوضع الحاضر اللي هو الحالي. يبقى ده معناه انه اللي قدامي ده بيتكلم عن رغبه في تغيير الحاضر، هيخلي جملته فيما يشبه صياغه اف الحاله الثانيه اللي هي اف وراها ماضي بسيط من ناحيه التناود والمصدر. هو هنا جايب لك بديل لاف شود، وادي جايب الفاعل وجايب الفعل في المصدر، لان في وجود شود ما ينفعش اجيب الفعل في الماضي. كده يبقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي وود والمصدر ادور عليها، والارن لا، وود ارن ايوه هي دي الاجابه الوحيده الصحيحه، وود هاف ارند لا، لان دي مكمله دي في الحاله الثالثه، وهاد ارند دي في شكل الماضي التام خطا بالمره بناكد. وود ارن اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 30. طب نروح للقطعه بتاعتنا، ودي قطعه طويله شويه ولكنها بتتكلم عن موضوع بسيط وسهل جدا، وهي التلفاز وما له من منافع او اضرار. وبنقول ان هناك شكوى متكرره من الاولياء، اولياء الامور يعني او الوالدين، من جلوس اطفالهم لفترات طويله جدا امام التلفاز. وبنقول ان الجلوس امام التلفاز او المواد المتلفزه لها مميزات كتيره جدا، وفي نفس الوقت برضه لها مجموعه من العيوب. وبنقول ان مثلا هناك مجموعه من البرامج المقصوده او المكرسه اللي هي زي كلمه ديديكيتد، شايفها؟ ديديكيتد هنا كده الكلمه اللي قدامك دي معناها مكرس لكذا او مقصود منه كذا. بنقول ان البرامج المتلفزه بيكون مقصود منها تعليم الاطفال او ايصال مجموعه من الاشياء ليهم في شكل ماده فيلميه او ماده زي ما قلنا هي متلفزه. في حاجات مفيده جدا في التلفزيون، بتدي للطفل فرصه لتعلم مجموعه من اللغات، الانتقال الى اماكن كثيره جدا في العالم، بالاضافه الى الاستماع الى ثقافات والاستفاده من اشياء كثيره جدا، منها برامج وثائقيه ومنها برامج كرتونيه او برامج ترفيهيه وما الى ذلك. وكمان ممكن نستفيد من التلفزيون في انه يتعرف الطفل على مجموعه من الرياضات الكتيره جدا، ونشوف امكانيات المعلومات الموجوده عنده، ومين في هذه الرياضات او اي من هذه الرياضات اللي هذا الطفل يمكنه ان يقوم بادائها في الواقع الطبيعي. بيدي الطفل التلفزيون من خلال المواد المتلفزه ثقافات ومعلومات وخبرات من دول عديده جدا في كل انحاء العالم بدون ما بيتحرك من مكان. طيب دي بعض مميزات التلفزيون، لكن للاسف لا يزال للتلفزيون مجموعه من الاثار السلبيه. الاثار السلبيه اللي بتتمثل في انك انت لو سبت ابنك يفرط في مشاهده التلفاز، ده بيكون له اثار سلبيه على القدره البصريه عنه. للاسف بيعمل له حاجه اسمها عزله اجتماعيه، هتلاقيه مش قادر يقعد مع اقرانه فترات طويله او يتعامل مع اسرته فترات طويله، ده بيفقده القدره على التواصل الاجتماعي مع الاخرين، بالاضافه انه بيؤثر على نموه ذهنيا، ممكن برضه يكون له تأثير على النمو البدني، وقد يكون هذا التأثير في أسوأ أشكاله البدانة، الجسم يتخن جدا، الولد تلاقيه أو الطفل تلاقي جسمه يتخن جدا من كثرة الجلوس أمام التلفاز. طبعا بالإضافة أو ناهيك عن البرامج اللي قد يكون فيها عنف أو يعني أخلاقيات ليست جيدة اللي ممكن يكتسبها الطفل من هذه المواد المتلفزة، بنختم بنصيحة ونقول ان يجب ان يتم تقليل فترات الجلوس امام التلفاز باي طريقه ممكنه. نشوف الاسئله اللي موجوده على القطعه بتاعتنا وهنبدا بالاختيارات. parents can الوالدين يمكنهم ايه؟ يمكنهم الاختيار سي watch useful sports with their children on TV، ممكن هم يشاهدوا البرامج الرياضيه الجيده مع اطفال. اثنين how is TV sometimes harmful to children، كيف يمكن للتلفاز أن يكون ضار للأطفال في بعض الأحيان؟ هنقول الاختيار سي it leads to obesity، بيؤدي إلى البدانة السمنة، إن العيل بقى تخين جدا يعني.
الكتاب يقول لك how does TV hinder children's understanding of social behavior، كيف للتلفاز ان يعوق انه يمنع الاطفال من فهم السلوك الاجتماعي؟ هنقول الاختيار دي it reduces the time، لانها بتقلل الوقت children communicate with other children، اللي بيتواصل فيه الاطفال مع الاطفال الاخرين. طيب نروح للاختيار رقم 4 واللي بيقول لك which of the following is an advantage of watching TV او TV watching، اللي جاي اللي من اللي جاي ميزة من مميزات التلفاز. الاختيار B teach children several languages، بتعلم الاطفال لغات عديدة. 5 what is parents main complaint about TV، الشكوى الاساسية للوالدين من التلفاز ايه هي؟ الاختيار C the children watch TV for long، انهم الاطفال دول بيشاهدوا التلفاز لفترة طويلة. 6 بقول لك what does underlined word dedicated، احنا قلناها من شويه، بمعنى مكرس او مقصود. المعنى المناسب ليها intended، بمعنى مقصود، لما تكون بتعمل حاجه مقصوده دي بنقول عليها dedicated او intended. 7 how is TV a good source of entertainment، كيف يمكن للتلفاز ان يكون وسيله جيده للاستمتاع والتسليه؟ هنقول the sounds and colorful images on the screen appeal to children and also retain their attention. ماشي، نشوف السؤال رقم 9 رقم 8 قصدي، بيقول لي 8 how can TV help children travel around the world without leaving their homes، كيف يمكن للتلفاز ان يسمح للاطفال ان هم يسافروا حول العالم او يتنقلوا حول العالم بدون ما يسيبوا البيت؟ television takes the child to different countries and educates them about various cultures in the world. نروح للسؤال رقم 9 على القطعة واللي بيقول لك what determines if a TV is useful or bad، ايه اللي بيحدد اذا كان التلفزيون ده مفيد ولا ضار؟ the way we deal with it، الطريقه احنا بنتعامل معاها بيه. يعني انت اتعاملت معاه بطريقه جيده يبقى هو جيد، اتعاملت معاه بطريقه سيئه يبقى هو سيء. انت لو استفدت من البرامج الجيده اللي فيه يبقى كده خلاص كويس، الحاجات السيئه يبقى كده بقى سيء. 10 from your point of view، من وجهة نظرك how can parents make good use of TV، كيف يمكن للآباء أن يحسنوا استخدام إيه التلفاز؟ هنقول في السؤال 10 they should encourage their children to watch useful programs and avoid bad ones، يشجعوا أبنائهم على مشاهدة البرامج الجيدة وتجنب البرامج السيئة. طب نجهز لشاشة الترجمة، شوف ترجمة باللغة الإنجليزية واللي بتقول human rights organizations and human rights organizations send committees to all countries with the aim of making sure that political authorities don't deprive people of their freedom. واللي هتبقى بالشكل ده، ترسل منظمه حقوق الانسان لجان الى كل الدول بهدف تاكد من ان السلطات لا تحرم الناس من حريتهم. نروح للجمله العربي عشان احولها الى انجليزي. مدرستي هي منارة العلم والمعرفة التي لا تنطفئ، وهي بيتي الثاني الذي أجد فيه راحتي واستقراري بين كتبي ودفاتري وأصدقائي، وهي تسمح والتي تمسح عفوا وهي تمسح عني ظلمة الجهل وتضعني في دروب النور والتميز. واللي هتبقى بالشكل ده My school is the lighthouse of science and knowledge which does not go out and is my second home where I find relaxation stability among books, notes and friends and it erases the darkness of ignorance and puts me through the ways of light and distinction. نشوف موضوعات الانشاء اللي هتختار منها بيها، وده عبارة عن ايميل، هنخيرك ما بين طبعا الاسم علاء وصديقك اسمها رضا. Internet use can sometimes do miracles. استخدام الانترنت ممكن يحدث المعجزات. أو how can modern technology، كيف التكنولوجيا الحديثة be used to increase food production، لزيادة انتاج الطعام. ونختم معاش الترجمة ونقول امتحان المراجعة على الوحدات 13 14 15 16 الحرف سي انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا ان شاء الله العديد والعديد من امتحانات مراجعة على المنهج بتاعك مع معلم خبير الميزانية مستر سعزت من مدرسة الشيماء الثانوية البنات محفوظ سواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.